سارة نسيم شقيقة الدكتورة سالي، مساء الخير عليك يا سارة. مساء النور حضرتك. احكي لنا القصة بالظبط، ايه اللي حصل تحديدا مع الدكتورة سالي وامتى بدأتوا تشوفوا ان هي اختفت، ان هي مش موجودة؟ هو يوم 20/5 كانت قايلة لنا ان هي مسافرة عشان تحضر محاضرات عشان تسجل في رسالة الدكتوراه. هتسافر القاهرة عشان تحضر محاضرات عشان تسجل في الرسالة. تمام. سافرت يوم 20/5 وكانت على تواصل معانا ومع بابا وماما وكل يوم بتكلمهم وبتطمنهم عليها، وكانت امورها مستقره وتمام وزي الفل لغايه يوم 20/6 كلمت بابا وقالت له ان هي اتغيرت جامد. وقالت له ايه يا ساره؟ يوم 20/6 كلمت بابا وقالت له ان هي غيرت بيانتها. يعني هي اتصلت بوالدك وقالت له ان ده اللي هي عملته ان هي غيرت ديانتها. مظبوط. طب وقبلها كان في تواصل معاها؟ يعني على مدار الشهر بالكامل ده كان اسرتها او انتوا كان في تواصل معاها طول الفتره دي؟ طول الفتره دي كانت على تواصل مع بابا وماما وعلى طول تليفونات معاهم. سارة حسيتوا انها مضغوطة او متلقنة كلام، او قبل 20/6 المكالمة اللي كلمت فيها والدك هل كان في رسائل غريبة، مكالمات غريبة حسيتوا؟ يعني برضو انقل لنا الصورة عشان نقدر يعني نعرف ونوصل للناس الصورة. بالعكس كانت طبيعية خالص خالص بكل مكالماتها وكل افعالها عادي، يعني ما كانش في اي حاجة ظاهرة عليها تؤكد ان في حاجة مش طبيعية. بالضبط كانت طبيعية خالص. طب هل يا سارة كانت متعودة ان هي بتسافر سفريات كتيرة بتغيب فترات طويلة بالشكل ده، ولا يعني السفرية دي كانت سفرية مختلفة؟ لا هي دي وما كانتش محددة لنا بالضبط شهر، يعني هي كانت قالت مدة اسبوعين 3 أسابيع بالكتير، انا بس هاخد المحاضرات وهشوف. لما كانوا بابا بيتواصل معاها قربت تخلص المحاضرات، طب هي طب امتى؟ بعد كده لما اتصلت بيه يوم 20/6 قالت له الخبر ده. طيب انتوا على مستوى الاسره او مجتمعكم في يعني الاصدقاء الزملاء بتاع، هل كان في اي حاجه تنبئ بحاجه زي كده؟ هل كان في اي مواقف تنبئ بحاجه زي كده او ممكن الموضوع يروح للناحيه دي، ولا برضو كانت الدنيا ماشيه طبيعيه؟ الدنيا طبيعيه خالص خالص، ما فيش اي مؤشرات حضرتك للكلام ده. طيب انا عايزه اقف شويه معانا اتفضلي. تمام. كنت عايزه اقف شويه مع المكالمه اللي اتكلمتها مع والدك لما قالت له قرارها ان هي غيرت ديانتها، يعني قالت ايه بالظبط؟ والدك رد عليها بايه؟ اتناقش معاها؟ يعني المكالمه دي محتاجين نقف معاها شويه. هي قالت له الكلمتين دول، هو اخذ الخبر ده صدمه طبعا. طب ما حاولتوش تقابلوها او تعرفوا مكانها فين؟ بابا ظروفه الصحيه صعبه خالص. عامل عمليه في القلب، عنده سكر من اكتر من 25 سنة. ساره انا عايز اسالك على حاجه، معرفش انت متابعانا من اول الحلقه؟ اتفضل. احنا كنا في بدايه كلامنا بنتكلم عن النهارده تذكار 3/7 وبنتكلم عن المشهد الملحمي اللي مصر عاشته طول الثلاث ايام، وقد ايه احنا كلنا ما كانش حد فينا في الشارع عارف مين مسلم مين مسيحي. انت النهارده شايفه تاثير المشهد ده عموما ودرجة الوعي اللي احنا كنا فيها والمجتمع بتاعنا وربطه بموضوع أختك، هل شايفة أن ممكن في ناس تكون عايزة تحارب المشهد ده، عايزة تفكك أواصر العلاقات بيننا، عايزة تلعب في الحتة دي؟ أكيد أكيد احنا شاكين يعني بنسبة كبيرة أن هو في سبب من أسباب من تفكيك للترابط اللي بيننا اصلا على طول. واكيد انتوا ليكوا اصحاب وجيران واصحاب وحبايب، يعني علاقتكم بيهم طبعا من زمان وعشره عم. ايوه. طيب دلوقتي بعد المكالمه اللي اتكلمتها، هل اتبعت ليكوا اي فيديوهات؟ هل شفتوها؟ هل كلمتكم مره تاني؟ عرفتوا توصلوا لها مره تاني؟ اسرتها، جوزها، اولادها؟ لا هي مش متجوزه. هي مش متجوزه. لكن كلمت حد فيكم بعد المكالمة الأخيرة دي؟ كانت بتتواصل بسيط مع بابا بعد ما قالت له قرارها إن هي بتغير ديانتها. بالظبط. محدش فيكم حاول يعرف مكانها فين أو يتواصل معاها؟ ما كانتش بتقول حضرتك. مفيش معلومات عندكم تاني ظهرت بعد الكلام اللي أنت قلتيه يا سارة؟ لا حضرتك مفيش. تمام.
تمام. طيب احنا يمكن لما فتحنا الموضوع يا ساره كنا بنناشد ان يكون في معلومات اكيده، ويعني الجهات الرسميه كمان تتدخل في هذا الموضوع وما تكونش بتسيب اي مساحه للقيل والقال. فلو دلوقتي بتناشدي جهه معينه، ولو ليكي رساله معينه تناشدي مين وتقولي ايه؟ ان هم يتدخلوا في الموضوع ده، احنا عايزين نعرف، يعني عايزين نعرف برضو ايه حقيقه الموضوع ده. احنا بنناشد الدوله ان نعرف الوضع الصح او الوضع الحقيقي لساري دلوقتي، هي فين وصح كده؟ بالظبط، دي مناشدتكم. احنا ده بنطالب برجوعها طبعا، ده اساس اللي احنا عايزينه، يعني احنا عايزينها. تمام. احنا عايزينها، يعني احنا اهلها وناسها كلهم عايزينها، الدنيا مقلوبه عليها. تمام. اللي يعرفها واللي ما يعرفهاش بيحبها.